على كل من الرياض ينضم إلينا الاستشاري النفسي دكتور أسامة نعيمي. يسعد صباحك دكتور، نورتنا من جديد. دكتور الوسيم أسامة نعيمي. طيب دكتور، أنا استسلمت. أسألك سؤال، هل بالفعل يؤثر شكل الشخص إن كان وسيما أو لا على حكمنا على تصرفاته أو في حكمنا على تصرفاته؟ صباح الخير سهام، صباح الخير نادين، صباح الخير على العربية مشاهدين ومستمعين. احنا راح نتكلم علم فلا حد يزعل علي. في 2017 اجريت دراسة عجيبة غريبة على مئات بل آلاف النساء، وبرغم ادعاء النساء دائما انهم ينظروا الى الجوهر لا ينظروا الى المنظر، اتضح انه الغالبية العظمى من النساء في تلك الدراسة كانوا ينظروا الى الاشياء والاشخاص الوسيمين على انهم دليل على قوة الشخصية والاندفاع والثقة بالنفس أكثر من معرفتهم بها. الغريب الآخر اللي كان في الدراسة أنه هي شملت بنات ونساء متزوجات، وكانت النتيجة واحدة، أنه كل ما كان جمال الشخص أكثر كل ما كان ثقتنا به وتسليمنا له أكثر من الأشخاص الآخرين. والدليل واضح عندك، أنت إذا دخلتي إلى أي محل تبحثي عن شنطة لكي راح تشوفي يونيفورم من الشنط، لكن في وسطهم راح تلاقي واحدة من الشنط اللي أما لونها براق أو شكلها مختلف. راح تلاحظي بالطبيعة البشرية العين تتجه إلى المختلف قبل ما تتجه إلى المعروف. فإذا كان هذا المختلف مبهر نتجه إلى بكل حواسنا، نتحرك باتجاهه، ممكن تفهمي أكثر. أستاذ أسامة، يعني خلينا شوي هيك كمان نروح بعيد، يعني أكثر من اللي قلته. أفلام هوليوود قديه ساهمت في تعزيز هاي الفكرة؟ لأنه بيقولوا لك بيكون بطل رئيس مافيا وممكن سارق بنك، بس بنصير إحنا لا إرادي متعاطفين معه ومعجبين بشخصيته. أعتقد أنه أنا من الجيل اللي شوية قديم ويتذكر أفلام المرحومة سعاد حسني و... لا أنت مخربش يا أستاذ أسامة، والودد... جيل قديم الله يسامحك. والود... أنت سمعنا من خلال الإيربيس والود... مش شايفنا شكلك. والود تقيل أبو عيون ملونة سماوي، وكيف أنه يكون مخرب الدنيا كلها، لكن في النهاية مثل ما يقولوا الأمريكان he gets the girl، دائما هو اللي يفوز بالبنت ويفوز بمشاعرها وعواطفها، لمجرد أنه يقرر في لحظة من اللحظات أنه لا والله خلص أنا راح أتوب وألتزم ما دام لقيت الإنسانة المناسبة. في جزء جيني في الموضوع، في جزء فطري في الموضوع. الأشخاص ومش بس الإنسان، كل أنواع المخلوق يسعوا إلى بناء جيل أحلى وأقوى وأجمل. ولذلك تلاقي أنه مثلا حتى في المخلوقات الأخرى الطاووس يسوي كل الشو اللي بتعرفيه عشان يجذب له الإناث. نفس الشيء يقال عن الحمام، نفس الشيء يقال عن الأسود. يعني الناس تتوقع أنه مثلا فروة الأسد هذه للقوة، هي صحيح لا، هو سرح شعر عشان المدام. طيب دكتور، سألنا الشارع العربي، هل تؤثر وسامة الشخص في حكمك على تصرفاته؟ نتابع ونعدل. صحيح فما أشكال عبيد تراهم ما تتوقعش منهم عملوا حاجات خايبة، خاطر الشكل متاحه ما يبينش. أنت عم تقولي أفعاله، شو بدي بجماله أنا وبشخصيته إذا هو أفعاله مش منيح؟ وقانونياً لازم يتعاقب على أفعاله مش على جماله. بجديته، بثقته، بشخصيته هو بيثبت، ما دخل الجمال ما يأثرليش على مخي أنا. ما فهم عباد كتراه مثلا، كتراه من برا وما نظيف وما حليه مثلا وما نعرفش أنا أدرى شنو، ويبدو هو مجرم ولا يبدو ما نعرفش أنا كلوشار ولا ما تصورش منه أنت الحاجة ذيك، وفهمتني معناتها المظهر خداع. نعم يؤثر بسبب الثقافة وبسبب العادات بشكل عام والتقاليد، ولا بد أنه يلبس ملابس تليق في ذلك. أكيد لا، لأني مظهره اللائق ما بيدل على داخليته، يعني ما فيك تتعاملي مع إنسان، مع شخص يكون داخليته شيء وخارجيته شيء. المظهر الخارجي بيعطيك، بخليك تتعاطفي مع العالم، إنه غير واحد يكون جاي عابس عرفتي ومبين هيك مجرم ومن هالأمور، غير ما يكون واحد وسيم. ثم اللي يتقمص معناها تقع عنده وجه يعطيه بصفة مباشرة والوجه الآخر مخبيه. مظاهر خداعة صحيح، وربي قال سميتهم على وجوههم، معناه كل حاجة باينة، ما غير أنتم ركزوا، معناه كل شيء واضح. نعم أنا أعتقد أنه يؤثر تصرفات الشخص بسبب وسامته، لأن هذا الشيء ينعكس أمام الناس، يرى أنه شخص مميز، يرى أنه شخص يعني له طريق آخر عن الناس.
طيب دكتور، سمعنا آراء الشارع، لازم نحكم على الشخص بناء على أفعاله، على شخصيته، على ثقافته، والمظاهر خداعة، ما رأيك؟ كيف نتعامل مع المظاهر الخداعة؟ إحنا نرجع ونقول إحنا كلامنا كله علم. العلم يقول الشباب معظم اللي قالوا مو صحيح. لو جيتي ركبتي كاميرا في بنك وحطيتي 3 أنواع من الموظفين، راح تلاحظي انه الاجناس المختلفه، يعني الذكور راح يروحوا الى الاناث اكثر من الذكور، برغم انه هم دائما يدعوا انه لا والله الموظفين الذكور اكثر علما، لكن الصحيح ان هم، واذا كان احد الجنسين اكثر لطافه، اكثر مظهريا، اكثر جمالا، تلاقي انه الرجل الدبي عبده مطرح ما تحبي عبده. اما فكره انه والله انا الدواخل هذه لما تعرفي الناس، بس الانطباع الاول انت تاخذيه على الشكل الخارجي. صراحة معك حق يا دكتور، بس أنا خليني هيك، ما بدنا نعمم، بس كمان سؤالنا لإلك، ليه بعض النساء إذا شخص وسيم جدا ويعطيهم هيك كلام ويتغزل فيهم بيعتبروه جنتلمان وأنه very elegant، أما لما يحكي لهم كلام شخص ما بدنا نقول بشع، يعني مش بلغة البشاعة، يعني غير وسيم، قبيح، بصير تحرش. أنا أعتقد إنه المثل اللي حطيتيه مش عادل نهائيا. يعني لو إجا إنسان شكله مش لطيف وتكلم بأدب، هل يعتبروها تحرش؟ ولو إجا إنسان شكله لطيف لكن يعني حكى هيك غزل، نصير خلص متحرش هنا يعني قصدها نادين الغزل ما تقبله من الكل، بس من الناس الوسيمة. أيوة، أنا ما ألومها طبعا، هي نهائيا في النهاية إحنا دائما نحب نكون أقرب من الأشخاص اللي إحنا نعتقد أنه ممكن نكمل معهم أو نرغب أنه نكمل معهم. المظهر العام دائما يعطي للناس، وخصوصا المظهر العام الجميل، يعطي للناس شعور أنه هذا الشخص عنده ثقة بذاته. للأسف انتهى وقتنا تماما دكتور أسامة نعيمي، شكرا جزيلا.